بيك. مرحبا مريم، ومرحبا بضيوفك وكل مستمعي راديو اكسبريس اف ام. إذا في ظل أكثر من مداخلة مصباح وأنت مواكبة ميدانيا مروة دريدي هذا الحدث الانتخابي، فين موجودة بالضبط يظل كما كان يقول أسامة في مدرسة الابتدائية سيدي جبالي؟ فوالا تفضل. أنا حاليا قدام المدرسة الابتدائية سيدي جبالي أريانا المدينة من ولاية أريانا، اللي هو تقريبا يعني أكبر مركز انتخاب في ولاية أريانا، يضم أكثر من 10,000 ناخب، وتحديدا 10,463 ناخب موزعين على 9 مكاتب. الناخبين يعني ينتخبوا في المدرسة وفي مركز التكوين المجاور للمدرسة بحكم أنه العدد كبير برشا. تم إلى حدود الساعة منتصف النهار تسجيل قيام 800 ناخب بالاقتراع وفق تأكيد رئيس المركز اللي كنا نحكي معها قبل شوي، وصف الإقبال بالعادي، وقال إنه الفئات العمرية من جميع الفئات تقريبا. بالنسبة يعني إنه فمش تسجيل يعني تجاوزات، قالوا إنه يعني لم يتم تسجيل أي تجاوزات، والعملية تمت يعني بسلاسة، وتم فتح المكاتب في التوقيت المحدد 8 صباحا. الملاحظين، بالنسبة للملاحظين يعني هناك ملاحظين للمترشحين 3 حاضرين في غياب الجمعيات للمجتمع المدني. فما يعني من مصادرنا عرفنا انه تم تسجيل النوع من محاوله التاثير على ناخبين من قبل ممثل احد المترشحين، وتم اعلام الهيئه الفرعيه بالتجاوز هذا. واضح. فقط نحب يعني للتذكير، وولاية تضم 440,292 ناخب، ويبلغ عدد مكاتب الاقتراع 401، وعدد المراكز 113. بعد يعني تطور العدد، كان 105 تطور إلى 113 بعد إحداث 8 مراكز اقتراع جديدة في معتمديات سكرى وأريان المدينة والتضامن وقلعة أندلس ورواد وسيدي ثابت. تحولنا زاد للمركز الفرز والتجميع، يعني حابين ناخذ يعني اخر المستجدات مع رئيس الهيئه الفرعيه بولايه اريانا. للاسف ما قدرناش غادي، كان يقوم بجوله في بعض المدارس وفي بعض المعتمديات، ويعني ان شاء الله في التدخلات القادمه تكون عندنا معطيات على ولايه اريانا الكل بخصوص عدد الناخبين وتقدم سيد عملية الانتخابيه. شكرا لك مروه دريدي، شكرا على هذه المعلومات، ونعرف اللي انت باش تواصل الجوله نتاعك في ولايه اريانا اللي هي من اكبر الولايات، و اكثر من 440 الف ناخب. اكزاكتومون. واحنا في مواكبه كذلك لهذا الحدث الانتخابي اللي كما ذكر اسامه سويعي منذ قليل انطلق منذ يومين في الخارج ويتواصل إلى حد غلق آخر مكتب اقتراع، ويبدو لي الذهاب إلى مراكز الاقتراع، الذهاب إلى التصويت والتعبير على التصويت بهذه الطريقة، وهي أنبل الطرق باش الواحد يعبر على رأيه في دولة ديمقراطية وفي جمهورية ما تنجم تكون إلا بصناديق الاقتراع. احنا مازلنا معكم حتى ال11 متاع الليل في مواكبة خاصة لهذا الموعد الانتخابي. راجعيننا.